نحن ندعم التحرك الشعبي في البحرين ونراه تحركا مشروعا، ونراه تحركا يطالب بما نطالب نحن به من حرية ومن كرامة ومن حقوق الشعب في إدارة ملفاته السياسية وإدارة دولته وإدارة أرضه وممتلكاته وثرواته. ما يطالب به الشعب البحريني هو ما نطالب به نحن أيضا، لذلك نحن نرى أننا نحن وشعب البحرين في خندق واحد.